السلام عليكم. هذه 5 آداب من آداب الجروبات للإخوة والأخوات. أولا، إياك أن تصور أي حادث للمصابين، فكما أنك ما ترضى هذا لنفسك ترى الناس ما يرضون. وبعدين كم قد فجعت أسرة بمثل ذلك، وترى قد تبتلى مثل هذا الحادث، فاسأل الله العافية واستر سوءة أخيك. ثانيا، لا ترسل الجروب يا أخي كلمة هب ودب، لكن اختر الرسالة اللي فعلا تستاهل أنها ترسل، ترى امتلت جوالات الناس بكثرة السخافات. ثالثا، لا تتساهل يا أخي في إرسال أي محرم من المحرمات، ترى الحرام يبقى حرام حتى وإن فعلها أكثر الناس. وبعدين الذنوب اللي تحملها على ظهرك قد تصل إلى ملايين بسبب كثرة الرسائل. الرابع، تذكر أن أي رسالة فيها حث على الخير أو أمر معروف أو نهي عن المنكر فلك مثل أجر من كتبها وأرسلها. الأمر قبل الأخير، لا ترسل أي رسالة حتى تتأكد 100% من المعلومات اللي فيها، حتى تخلي نفسك من المسؤولية. وأخيرا يا أخي ويا أختي، اسأل نفسك، هل تلاوتك لكتاب الله تعادل ربع متابعتك مثل هذه الجروبات؟ إن كنت كذلك فهنيئا لك، وإلا والله إنك خاسر خسارة فادحة. وبعد، فهذه نصيحة كان ربي هداكم، أقولها يا الربع، ومع السلامة.